اخر رقم دعاتي من انا اخذ منه. شلوني احسن من اصل بعد درست الميستر. شوفوا هسه راح اشرح لكم شلون تطلبون الاكل من تطبيق طلباتي. اوكي، هو تلقائيا راح يكشف المنطقه اللي انتم متواجدين بيها، اربيل، تمام. هسه اختار المنطقه اللي انا موجوده، وين انا موجوده. شوفوا بس كتبت اربيل وطلع لي خيارات المناطق اللي موجوده باربيل، اختارت المنطقه اللي قاعده بها انا. هسه طلعت لي هاي القائمة، المطاعم، دايت، الحلويات. أنا راح أطلب من المطاعم أكل. هنا كل المطاعم اللي موجودة بأربيل أنا راح أختارها. منين أطلب؟ منين أطلب؟ من يا مطعم، أكو مطعم اسمه ما حد قالوا لي عليه، أساس السويت مالته طيب، الحلويات يعني اللي كرب طيبة، اسمه المشلتت، مو إيش اسمه حبيبي؟ شلتت يمكن. هسه ادور عليها واقول لكم شنو اسمه بالضبط. اوكي، هسه راح اطلب من المطاعم، راح اكتب هنا أنا اسم المطعم اللي اريده. اوكي، اسمه خلينا نقول بيت المشلتت. شوفينا شنو اطلب هسه، بس اقرر شنو اطلب اقول لكم. طلبت هذا مثلا هاي القشطه مع العسل. هنا انا راح اختار كم وحده اريد، انا اريد بس وحده اضافه الى السله، خلاص. بعدين وراها نروح لتاكد الطلب. done.